مرحبا بكم وصباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين. مرحبا. شكرا ليك، تحية ليهم سيدي المستمعين والمشاهدين هوني في برنامج اكسبريسو. الغرفة الثانية كما يسميوها، دونك الغرفة الثانية سيء، كل شيء حاضر. البارح انتخاب اعضائها، كان نرجو على هالمرحلة الاخرى، والان شنو هي المراحل القادمة؟ معناتها كانت تعطينا التفاصيل. شكرا. هو في الواقع كما لاحظت منذ ما تقريب تبعته معنا بكل تفاصيله، معناها مسار كبير. انطلق تقريب في عنده عام، انطلق منذ مارس 2023 اللي كانت البدايات نتاعه، وكانت تذكره في ب معناها التقسيم الاداري اللي كان من خلال القرارات الاداريه نتاع التقسيم، معناها وتثبيت الخريطه الرسميه للبلاد التونسيه. ثم بطبيعه الحال توجت العمليه بالانتخابات المباشره اللي صارت من خلال المجالس المحليه، ثم المجالس الجهويه، ثم مجالس الاقاليم، واخر مرحله كانت امس بالحال اللي هي مرحله ارساء الغرفه الثانيه، المجلس الوطني للجهات والاقاليم. اللي كان لاحظته صارت الانتخابات الغير مباشره في كامل تراب الجمهوريه في 24 ولايه، يعني في 24 هيئه فرعيه، باستثناء ولايه سوسه باعتباره انه صار فيها طعن في المحكمه الاداريه، وذاك علاش اخذ الانتخابات ب 24 ساعه، يعني اليوم باش تصير فيها الانتخابات، باش يختاروا ثلاثه على المجلس الجهوي بسوسه. مجلس وطن الجهات والاقاليم كما تعرفوا هي غرفه ثانيه للوظيفه التشريعيه، باش يكون معناها عنده صلاحيات اصليه من خلال الدستور فصول من 81 ل 84. هو باش يكون المقر نتاعه تونس العاصمه، تحديدا بارد ومجلس المستشارين سابقا، اللي هو باش يكون فيه تفرغ تام مثله مثل مجلس نواب الشعب، نفس الصلاحيات ونفس الامتيازات مثل الغرفه الاولى. باش يتركب من 77 عضو، ثلاثه على كل مجلس جهوي يعني 72، وواحد على كل مجلس اقليم، واحنا عندنا خمس اقاليم يعني 77 عضو في المجمل. نهارت مبدئيا يوم 2 افريل هي الاعلان على النتائج النهائيه، يعني التركيبه النهائيه بعد فوات اجل الطعون. نهار 28 هي النتائج الاوليه هذيك. بطبيعة الحال يوم 2 أفريل بعد الإعلان على التركيبة النهائية والنتائج النهائية سيقع مراسلة رئاسة الجمهورية وإعلامها بهذه التركيبة، تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وإعلامها بالنتائج النهائية والتركيبة. حسب القانون بطبيعة الحال رئاسة الجمهورية عندها أجل بتاع 15 يوم من تاريخ مراسلتها لدعوة هذا المجلس للانعقاد بطبيعة الحال وأداء اليمين القانونية مثل اللي صار في مجلس نواب الشعب الغرفة الأولى. وبطبيعة الحال الأمر نتاع دعوة هذا المجلس الانعقاد باش تكون فيه الإجراءات نتاع الدعوة، كيفية معناها ترأس الجلسة الأولى من خلال معناها والمساعد الأول والمساعد الثاني، وهذه هي الإجراءات معناها مبدئيا. ثم بطبيعة الحال ندخل في مرحلة سد الشغور بالنسبة لبقية المجالس، باعتبار أنه هناك شغور من خلال التصعيد من المجلس المحلي إلى المجلس الجهوي إلى مجلس الأقاليم، وهكا بطبيعة الحال تكون معناها كل المجالس وقع إرسائها وتنطلق في العمل بصفة فعلية، وتنتهي الغرفة الثانية، معناها يقع إرساء الغرفة الثانية وتنتهي الوظيفة التشريعية كما ورد في الدستور 25 جويلية 2022 بطبيعة الحال. وننطلق إن شاء الله في أعمال أخرى، وهي فرصة مناسبة بطبيعة الحال بعد نهاية هذا المسار، وأنه كل الشكر في الواقع لكل هيئتنا الفرعية، لكل الإدارة التنفيذية، لكل أعوان نتاع الهيئة القارين والعارضين. هي فرصة لكل مؤسسات نتاع الدولة اللي عاونت الهيئة في خصوص نجاح هذا المسار الانتخابي الكبير على مستوى اللوجستي خاصة،
وما زالت إن شاء الله المحطات الأخرى القادمة اللي الهيئة مقدمة عليها إن شاء الله. واضح. إذا هذا بالنسبة للغرفة الثانية، دونك الآن باش ينطلقوا في أشغالهم، و بلي تري تري رابيدمون ممكن، خاطر جانا السؤال كان نذكروا أهم ممكن المهام تاع الغرفة هذه، كيفاش شنو هي معناتها مقارنة بالغرفة الأولى مجلس نواب الشعب. هو في الواقع الفصول من 81 إلى 84 من الدستور اللي هي واضحة جابت صلاحيات أصلية، صلاحيات معناها خاصة بهذا المجلس، ثم صلاحيات مشتركة مع الغرفة الأولى اللي أهمها هي صلاحيات تنموية اقتصادية بالأساس، أهمها هي وأنه يشارك الغرفة الأولى بالمصادقة الثنائية على قانون المالية بالبلاد التونسية مع الجمهورية التونسية، ثم يصادق حتى على المعاهدات والاتفاقيات الدولية اللي عندها علاقة بالجوانب الاقتصادية، ينجم يعمل حتى لائحة لوم للحكومة، يسأل حتى الوزراء في كل ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية بالفعل، معناها اختصاصات أصلية في الواقع كل ما عندها علاقة بجوانب التنمية على المستوى الوطني، وهذا مهم ومهم جدا واضحة هذه، في انتظار بطبيعة الحال القانون الإجرائي اللي نص عليه الدستور، هو كونه سيصدر قانون أساسي إجرائي باش يحدد العلاقة ما بين الغرفتين بطبيعة الحال، هذا معناها في انتظار صدور هذا القانون أكيد، وأنه مجلس الغرفة الثانية معناها بعد الجلسة الأولى وبعد انتخاب رئيسه والمساعدين باش ينطلق بطبيعة الحال في معناها انتخاب اللجنة التي ستشرف على إعداد مشروع النظام الداخلي بتاعه، وهذه كلها معناها باش تكون في إطار العمل النيابي مثل ما صار في الغرفة الأولى. ننتظر وأنه في النصف الأول من شهر أبريل كما أقرت الهيئة الرزنامة، وهو أنه باش تنطلق إن شاء الله الأعمال نتاعه بصفة فعلية إن شاء الله. شكرا لك السيد محمد تيري مصري على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو نطق رسمي باسم ليزي. شكرا لك ديما تمدنا بالمعلومات والمعطيات. خلينا نكون معكم في قلب الحدث، يعطيكم الصحة على العمل نتاعكم، بالتوفيق بالنسبة لكم سي محمد. إذا ما عادش سي محمد ان توكا تحيه ليك، شكرا شكرا ليك. ان توكا حبيت فريمون على نحييهم فقط، هذا هو على العمل نتاعهم دونك اللي يقوموا به ويكونوا